بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان رسم المنحنيات انطلاقا من جدول التغيرات بطريقة بسيطة. إذا لننطلق على بركة الله. قال لتكون الدالة F المعرفة بجدول التغيرات الذي ها هو أمامكم، ومجموعة التعريف أكيد سوف تكون من ناقص ما لا نهاية إلى غاية هذا العدد اللي هو واحد، ومن الواحد إلى الزائد ما لا نهاية. معناه يمكن أن نقول دي اف تساوي لنا كل الأعداد الحقيقية R ما عدا ذلك العدد الذي هو واحد. ها هو أمامكم يا أبنائي، انظروا جيدا. الآن عندنا ماذا قال؟ قال أعطي معادلة لكل مستقيم مقارب لمنحني الدالة F. إذا نقول المستقيمات المقاربة لسي اف، لمنحني الدالة اف. لاحظوا جيدا أبنائي، عندنا ليميت اف لإكس لما الإكس في الأول يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. انظروا ليميت، ها هي ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. انظروا أين تصبح يا أبنائي، إنها ناقص 2، هكذا حتى تفهموها. إذا ماذا نقول؟ نقول إيغريك يساوي ناقص 2. لاحظوا انطلقنا من ما لا نهاية وجدنا عدد ثابت، فنقول إيغريك يساوي تلك العدد مستقيم مقارب أفقي. لاحظوا أفقي، نقول هنا بجوار الناقص ما لا نهاية. ثم عندنا نفس الشيء ليميت اف لإكس لاف لإكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. انظروا الاف لإكس كم تصبح قيمتها، ها هي أمامكم، إنها 3. فنقول ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية ماذا تعطينا؟ انظروا كم تعطي لنا، تعطي لنا 3. بما أن العدد هذا ثابت نقول إيغريك يساوي ذلك العدد اللي هو 3 مستقيم مقارب، كيف هو؟ أفقي بجوار ماذا؟ بجوار الزائد ما لا نهاية. ها هو الآن استخرجنا 2. نأتي الآن كذلك، إذا يوجد لنا مستقيمان أفقيان، مستقيمان كيف هما؟ أفقيان. ها هو واحد يا أبنائي وها هو الآخر. نأتي كذلك الآن إلى ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول، لاحظوا يؤول إلى واحد بهذه الجهة، يعني إلى واحد بقيم أقل. انظروا الاف لإكس كم تكون، يعني دائما انظروا هكذا، اف لإكس كم تكون؟ تكون تساوي لنا ناقص ما لا نهاية، يعني ليميت النهاية تساوي لنا ناقص ما لا نهاية. وعندنا كذلك اللي هي ليميت اف لإكس لما الإكس يؤول إلى واحد الآن بقيم أكبر. لاحظوا الاف لإكس كم تكون، يعني كم نجد تصبح تساوي لنا زائد ما لا نهاية. ما معناه؟ معناه هنا الإكس يؤول وهنا الاف لإكس قيمها، هكذا حتى تفهموا. إذا تابعوا أرجوكم يا أبنائي، ماذا يمكن أن نقول هنا؟ نقول إكس يساوي، بما أن انطلقنا من عدد معلوم ووجدنا ما لا نهاية، فنقول إكس يساوي هذا العدد، إكس يساوي لنا واحد مستقيم مقارب عمودي أو شقولي أو موازي لمحور التراتيب. ها قد وجدنا كم؟ يوجد لنا 3 مستقيمات، 1 و2 و3، 2 أفقيان و1 عمودي يا أبنائي فقط، لأن لاحظوا إكس يؤول إلى واحد الاف لإكس، لاحظوا كم؟ يعني النهاية، إكس يؤول إلى الواحد بقيم بأكبر، لاحظوا هنا كم؟ الآن نأتي إلى قال السؤال الثاني، في معلم متعامد ومتجانس أرسم تمثيل بياني للدالة ممكن لسي للدالة اف وكذلك المستقيمات المقاربة. أولا نحن قلنا المستقيمات المقاربة اللي هي إيغريك يساوي لنا ناقص 2 وإيغريك يساوي لنا 3 والإكس يساوي لنا الواحد. ما علينا الآن أبنائي إلا أن نقول إكس يساوي لنا واحد، معناه ها هو إكس يساوي واحد، إنه مستقيم مقارب عمودي، ونقول هنا إكس يساوي واحد. وعندنا ها هو إيغريك يساوي لنا ناقص 2، معناها ها هو إيغريك يساوي لنا ناقص
اثنان ونكتب هنا إيغريك يساوي ناقص اثنان، وعندنا الإيغريك يساوي لنا كم؟ الإيغريك يساوي لنا ثلاثة، معناها ها هو إيغريك يساوي لنا ثلاثة يا أبنائي، ونكتب هنا إيغريك يساوي ثلاثة. ثم ماذا ننطلق؟ نقطة نقطة، لا تخافوا يا أبنائي، الأمر جد بسيط. لاحظوا هنا قيمة حدية تشبه الجبل، ها هو جبل، إذا كم هو الإكس؟ الإكس هو ناقص ثلاثة، الإكس ها هو ناقص ثلاثة، والإيغريك كم؟ انظروا الإيغريك اللي هو ها هو الإيغريك اللي هو ناقص واحد، يعني في هذا المكان، ونرسم شيء يشبه الجبل هكذا كما أشير فقط. ثم عندنا لاحظوا يا أبنائي نقطة نقطة، معناه سوف يأتي المنحني بهذه البساطة، ركزوا سوف، إذا بما أن هذه قلنا قيمة حدية فنأتي من هنا ونصعد هكذا، ها هو أمامكم انظروا ها هو، ثم يأتينا لأن هنا مستقيم، ثم ينزل هكذا مع هذا الجدار اللي هو المستقيم المقارب العمودي، معناه يأتينا ها لاحظوا سوف نتابع، إذا يأتينا بهذه البساطة وينزل هكذا متجها نحو ماذا؟ نحو المستقيم الأحمر، ها هو المستقيم العمودي، سوف أوضحه أكثر، ها هو يا أبنائي انظروا هكذا حتى تفهموا. ثم عندنا الجزء الآخر كيف يكون؟ يكون كذلك، ها هي قيمة حدية تشبه حفرة اللي هي إكس أربعة، ها هي الأربعة، والإيغريك كم؟ اثنان، ها هو الاثنان، ونرسم هذا الشكل الذي يشبه حفرة، فمن هنا أكيد سوف يتجه هكذا نحو الثلاثة، ها هي اتجه نحو الثلاثة انظروا، ومن هنا جاء من هذا المكان، لاحظوا جيدا أبنائي هكذا في الأصل، جاء من هنا وبدأ ينزل، جاء قلت من هنا وبدأ ينزل هكذا رويدا رويدا هكذا إلى أن وصل، ثم جاء من هنا مع الجدار هذا الجدار وبدأ بالنزول، نسميه جدار يعني كأنه لأنه مستقيم مقارب كيف هو؟ عمودي. إذن بكل بساطة ها قد رسم تلك المنحني، انظروا ها هو هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم نزل إلى هذه القيمة الحدية ثم عاد واتجه نحو إيغريك يساوي كم؟ ثلاثة، وهنا كذلك جاء من هنا وبدأ هكذا بالصعود 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 إلى أن وصل إلى هذه القمة ثم أعاد النزول متجها نحو تلك الجدار اللي هو إكس يساوي لنا واحد، ونسميه هذا يمكن أن نسميه سي أو سي إف بأبسط طريقة. هذا هو رسم المنحني بطريقة، كيف هي؟ بطريقة بسيطة جدا فقط. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.